أمضى العديد من المواطنين في محافظة المفرق عطلة عيد الفطر السعيد بحضور سباقات الخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في بلدة الخالدية والتي نظمها نادي الخالدية للفروسية. هذا وشهدت المباريات منافسة شديدة وشارك فيها العديد من الخيول من مختلف محافظات المملكة، حيث تم توزيع الكؤوس والجوائز النقدية على أصحاب الخيول الفائزة. شباب الشوط الخامس